خلال الحجر المنزلي الأسبوع ده الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل اتكلموا شوية عن تفاصيل حياتهم العائلية وأهم اللحظات اللي عاشوها مع ابنهم أرشي. طبعا ده في لقاء عملوه أونلاين مع الناشطة الباكستانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام ملالا يوسف، زي طبعا بمناسبة يوم الافتتاح العالمي. وده أنا معانا النهاردة عشان نتعرف أكتر منها على تفاصيل. منورانا يا دانا. أهلا أهلا. كلمينا يا دانا في البداية كده شوية عن التفاصيل، الموضوع اللي اتكلمنا فيه دلوقتي عندك إيه؟ يعني الصراحة الثلاثة عملوا انترفيو ولقاء كان كتير خفيف وحلو، وكان كمان they opened up بالحديث عن بيبي أرشي زي ما شفنا، فتحدثوا عن أول خطواته وأول كل شيء مر في ابنهم بهاي الفترة خلال البانديميك، وقدي كانوا محظوظين إنهم قضوا وقت مع ابنهم. ومثل ما قلتي فسنت، السبب الرئيسي لهاللقاء اللي عملوه من بيتهم في LA هو اليوم العالمي للفتاة اللي احتفل فيه العالم مبارح، وتناقشوا مع ملالا عن التحديات اللي بتواجه الفتيات في الوصول إلى التعليم، خاصة في وسط جائحة فيروس كورونا والحاجة للتعليم اليوم أكثر من أي وقت سابق. وخلال الفيديو كول الأمير هاري شارك تجربته الشخصية مع الدراسة والمدارس اللي راحها بأنها كانت رائعة، لكنه لما كان صغير كان يعتقد أنه التعليم متوفر للكل، وبوقتها ما كان شايف قدي مهمة وكبيرة الجامعات والمدارس اللي التحق فيها. وميغان كمان حكت عن طفولتها وكيف كانت مليئة بالفرص التعليمية وخصوصي لما راحت على الجامعة. بس طبعا مثل ما انت عارفه دانا انه الناس بتركز دائما على امورهم العائليه والبرايفت، وبتركز دائما على امورهم الشخصيه اللي بيظهروا فيها طبعا. وما ننسى انه ميغان بطريقه ما بعدت هاري عن عائلته زي ما انت عارفه دانا، والناس بتشوف هذا الشيء. هم كمان خلال الويكند ظهروا باكثر من مناسبه وكانوا ترند. اكيد هذا الويكند عملوا لقاء يمكن كان من اجرى اللقاءات واكثرها صراحه مع مجموعه من الشباب المراهقين، لما ظهروا في برنامج راديو اسمه Teenager Therapy بمناسبه اليوم العالمي للصحه النفسيه. وصرحت ميغان ماركل بانها كانت اكثر شخص تم تصيده في العالم كله عام 2019، وأكثر شخص تنمروا عليه، وقالت إنه الأمور السلبية والانتقادات المتواصلة أدت صحتها النفسية، وكان صعب الواحد ينجو من هيك وضع. وشجع الكابل الناس مشاركة مشاعرهم الصعبة والمؤلمة بغض النظر عن وصمة العار المرتبطة بالصحة النفسية. حقيقة ميغان عن جد يعني ما رحمت الصحافة أبداً. البريطانية نهائيا، وبظن هذا الموضوع رح يضل يعني وراها وراها، بس هي حقيقة عم تثبت كل فترة أنه هي قد هي التحديات. يعني شوف، قد ما الواحد تكون شخصيته قوية مثلها، بس يمكن قد ما في ضغوطات يعني إلا الواحد يوم من الأيام أنه يبطل يقدر يتحمل. الله يعينها صراحة، مش سهل اللي بتمر فيه أبداً.